بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. مشاهدينا متابعي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم بلدنا الحلوة. النهاردة هنلقي الضوء على حاجات كتير جدا، ويعني مشاكل أيضا كتير جدا تخص حضراتكم، لكن اسمحوا لي أرحب بزميلي محمد أنور. أهلا بك يا محمد. أهلا بيك ربيع، وأهلا بأعزائنا المشاهدين في كل مكان. تشرفنا بيكم النهاردة وغبنا عنكم لمدة أسبوع، وحشتونا في الأسبوع دوت، وإن شاء الله الحلقة دي تبقى مميزة زي الحلقة اللي فاتت، وأسعدتنا طبعا ردود حضراتكم والرسائل اللي جت على الصفحة. وإن شاء الله النهاردة تكملة بقى للمواضيع اللي احنا فتحناها، هنتكلم في موضوع برضو بيهمكم، يعني بيهم ناس كتيرة جدا وطلبوا مننا احنا نتكلم فيه، ألا وهو التعصب. ايه هو التعصب؟ التعصب هي كلمة أصلا معناها التشدد وعدم تقبل الرأي الآخر. يعني أنا مثلا عندي رأي، ما بتقبلش رأي ربيع، ما بتقبلش رأي حد تاني، هو ده التعصب والتشدد في الفكري. طيب صور التعصب دي ايه؟ في طبعا منها في تعصب ديني، في تعصب رياضي، في تعصب مذهبي، في تعصب جغرافي، حتى المناطق كل منطقة بتتعصب عن المنطقة بتاعتها. فاحنا النهارده هنحاول يعني ايه مقتبسات كده، حاجات سريعه لكل اشكال التعصب الموجوده في المجتمع بتاعتنا. هدفنا النهارده كمان هيكون ان احنا نقول لا للتعصب. يعني خلينا نتكلم مثلا في التعصب الكروي. ده يقول لك اهلاوي وزملكاوي ويتخانقوا مع بعض. يا جماعه اللعيبه بعد الماتش بيروحوا يقعدوا ياكلوا ويشربوا مع بعض عادي جدا. حضرتك بتبقى متعصب وبتتخانق مع زميلك وتعملوا مشاكل مع بعض، وفي الاخر بتوصل لحاجات ما لا نهايه، ومنها الخصام والمقاطعه وحاجات كتير. فطبعا احنا بنتكلم موضوع مهم جدا طبعا، ولا يا محمد؟ كويس ان انت بدات بالتعصب الرياضي، والتعصب الرياضي ده طبعا فيه اشكال والوان كتيره جدا. فاحنا عايزين نتكلم يعني هو احنا ايه اللي بيوصلنا لمرحله التعصب ده؟ يعني مثلا انت سواء زملكاوي او اهلاوي او اسماعيلاوي او مصراوي، دي كلها كوره. يعني الكوره دي الناس عامله الكوره عشان الاستمتاع بيها، وان انت تقضي وقت جميل وتشجع الفريق بتاعك. غير بقى ان انت طبعا بقى دلوقتي بقى بعد التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب والكلام اللي بيحصل دوت، تلاقي بعد الماتش هم بيستنوا الماتش من هنا عشان يطلعوا سواء الاهلي او الزمالك، يعني بيتربصوا لبعض. يعني الاهلاوي نفسه يعني ما نفسوش حاجه في الدنيا غير الزمالك يخسر، الزمالك نفس الكلام، كل امنيته في الحياه ان الاهلي يخسر. طب مع ان انا بشوف اللعيبه يعني بعد اي مطوشه سواء الماتش الاهلي والزمالك، اللعيبه بتطلع يسلموا على بعض ويطلعوا يسهروا مع بعض وبيضحكوا حتى لو اي فريق فيهم مغلوب، وبشوف القصص دي بتكبر جامد جدا مع جماهير. يعني بشوف جماهير بتوصل لمراحل فيها يعني في ناس حصلت لها حالات وفاه بسبب التعصب ده. يعني سواء هم بيموتوا نفسهم بسبب التعصب الزياده، لو عنده ضغط او عنده سكر او عنده كذا، وما بيتقبلش الكلام والتحفيل اللي هم بيقولوا عليه الايام اللي احنا شفناها سواء اهلي او زمالك. فاحنا رجاء يعني من جماهير دوت او جماهير دوت تحلى بالصبر. يعني انت فريقك فاز، اهلا وسهلا والف مبروك وزي الفل، مالكش دعوه بالفريق التاني، خلاص هو زعلان وهو خسران، ما تكملش عليه، ما تحفلش عليه زي ما انت بتقول. صور بقى التعصب ودت لايه؟ ودت لعنف كتير. فاحنا هنذكر بعض الحالات. يعني مثلا انا على سبيل المثال، في حروب قامت ما بين دول بسبب الكوره، مع ان الكوره في الاساس هي كوره ايه، على اساس ان هي متعة. مش حروب، هي بس ايه مواقف. يعني مثلا بتلاقي الفريق بتاعك مثلا هيلعب في ده في بلد ثانيه، ده في مصر، ربنا يعني ربنا ميسر لنا الدنيا ان الدنيا ملمومه شويه، هيلعب في بلد ثانيه فخلاص، في حصل مثلا فاول، حصل اي حاجه، البلد دي بتكون متعصبه اصلا كرويا اكتر منك. تمام. فبيبداوا بقى معاك بس برضه كان في حروب حصلت ما بين الهندوراس والسلفادور سنه 1970 بسبب ماتش كوره، يعني فريق ما وصلش تصفيات كاس العالم، حصلت حرب ما بينهم اسمها حرب الاربع ايام اللي هي 100 ساعه، وحصل فيها 3000 قتيل. فطب وليه؟ طب احنا الكوره بنعملها، او الكوره معموله عشان المتعه وعشان الفرجه اللذيذه وعشان، فاحنا ما بنوصلش. وطبعا احنا بالذكر طبعا الماساه اللي حصلت في بورسعيد، وبرده بسبب ايه؟ بسبب حاجات تافهه، الجماهير مع بعضيها، ده يكلم دوت وده فريق. لا احنا من هنا بنشجو بالتعصب، احنا عايزين ان كل واحد يخليه في فريقه، يشجع فريقه زي ما هو عايز، ما يحاولش يعني يضايق اخوه طبعاً في البيت. وكمان التعصب يا جماعه مش تعصب كروي بس، يعني التعصب ده حاجات كتير جدا، بس احنا ليه فتحنا موضوع التعصب الكروي؟ لان يعني كلنا عايشينه،
وكلنا كل ماتش او كل ما يحصل حاجه كلنا بنبقى نفس المشكله فيه. لكن التعصب منه انواع كتير جدا، ومنها طبعا التعصب ده كمان بيؤدي للغضب، فالغضب ده بيبقى وراه حاجات تانية كتير جدا، زي مثلا خلينا نتكلم مثلا في العلاقات الاسريه مثلا بين الزوج والزوجه. النهارده لما بيكون في غضب او تعصب في البيت، ايه اللي بينتج عنه؟ بينتج عنه الطلاق. يعني في غالبيه البيوت النهارده، خصوصا في فتره كورونا محمد، اللي احنا شفنا قصص بتاعت التعصب ده. التعصب ده برضه يعني كان تعصب رياضي مثلا، وصلنا حالات طلاق بسبب الرياضه. طب وهل يعقل الكلام ده بيحصل في بيوتنا المصريه ان توصل للدرجه دي؟ لا، انت شجع فريقك او مراتك تشجع فريقها وزي الفل وتمام وخلاص، الفايز الف مبروك والمهزوم هارد لك، تتعوض الماتش الجاي وخلاص. احنا عايزين نسجب بقى، نسجب التعصب ونخش على قصه بقى اللي بيحصل في البيوت المصريه فعلا من التعصب الطلاق، وبيؤدي لحالات الطلاق. الطلاق ده ونسب الطلاق على فكره مش الرياضه بس، الطلاق ده بقى دخل في كذا سبب تاني. ما انا بقول لك، هي وقت الكورونا النهارده قعدوا في البيت خلاص، الزوج فاضل الزوجه، ايه ده؟ طب عملت ده ايه؟ طب رحنا فين؟ طب جينا منين؟ فبقوا قاعدين فاضيين. انت تعرف يعني بالذكر برضو ان نسب الطلاق في 2020 يعني لوقتنا هذا ما حصلتش على مر التاريخ. نسب الطلاق في السنه دي صحيح عدت كل المقاييس وكل الارقام. هي السنه دي فيها حاجات كتير ما حصلتش قبل كده، يعني مش الطلاق بس، السنه دي فيها حاجات كتير جدا ما حصلتش قبل كده. واحنا ما عايزين التعصب ده نشجبه خالص، سواء في الرياضه او في الدين او في الاجتماعي او في الاسري او في الكلام دوت. طب ايه بقى مشاكل الطلاق ديت غير الرياضه؟ يعني احنا سيبنا من التعصب الرياضي ونخش على موضوع حالات الطلاق. والله خليني اقول لك، حالات الطلاق دي الفتره الاخيره دي طبعا، ان الزوج والزوجه بقى فاضيين لبعض، دي كانت حاجه برضو يعني كانت موجوده وكلنا عشناها. ففي زوج بيبقى عصبي او زوج عناديه، هو في الاخر دايما هتلاقي حد من الاثنين عنده مشكله، مع ان قبل الفضه ده جميع الزوجات المصريه بتشتكي ان جوزها على طول مشغول وعلى طول في الشغل وعلى طول مش فاضي. طب هو لما يفضى بقى ويحصل حزن مثلا، مشكله اجتماعيه او مشكله في اللي هي الصحيه بتاعه كورونا، ويقعد في البيت، ما بيحصلش ليه بقى الالفه اللي انتوا كنتوا بتبقوا يعني كمان؟ محمد معانا الاستاذ وائل من القاهره، اهلا بيك استاذ وائل. اهلا بيك يا فندم. سامع؟ وطي التلفزيون كده استاذ وائل لو سمحت، واسمعني كده من التليفون. سامعني يا استاذ وائل؟ السلام عليكم. سامعني كده؟ تمام، سامع حضرتك، اهلا بيك. ازاي حضرتك وازاي استاذ محمد انور؟ تشرفنا يا استاذ وائل، اهلا وسهلا بيك. حضرتك بتتصل بخصوص موضوع معين في الحلقه؟ والله التعصب. التعصب، ايه حكايه حضرتك مع التعصب؟ كان عندك يعني مشكله معينه في البيت او كده يعني اللي احنا الموضوع اللي بنتكلم فيه ده؟ والله اللي يرد حضرتك، والله اللي يرد حضرتك استاذ محمد انور، انا ابن عمه وهو عارف التعصب وعارف المشاكل كلها اللي دايره، يعني كده كده لازم يكون التعصب دايره. خلاص كده انا فهمت. بشكرك جدا استاذ وائل، وبشكر المداخله الجميله. شكرا لمداخلتك ليك يا وائل، وان شاء الله التعصب هينتهي في مصر قريب ان شاء الله، بينا او بغيرنا، انما احنا هنعمل حلقات عن التعصب دوت، وكل واحد يتقبل الراي الاخر. والكره دي يعني نهدى شويه، احنا الفايز 1000 مليون مبروك، والمفروض الاهلي والزمالك يشجعوا بعض في البطولات الخارجيه، معلش احنا سواء ربيع اهلاوي او انا زملكاوي وده الطبيعي، احنا عادي. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ان انا اتمنى الاهلي يفوز وهو يتمنى الزمالك يفوز ونعيش حياه لذيذه؟ كمان خلينا نكمل موضوع الطلاق محمد، عشان الموضوع ده مهم جدا برضو، ان لازم يكون في تفاهم بين الزوج والزوجه. طب ايه اللي حصل الفتره الاخيره دي؟ فترة الكورونا أنا قلت لك إن يا إما الزوج عنادية يا إما الزوج شراني، بيديها أوامر لازم هي تنفذها، هو كده ما ينفعش غير كده والكلام ده. فإحنا مش عايزين برضو السادة المشاهدين كمان نوعيهم في الموضوع ده، مهم جدا إننا لازم نتفاهم ولازم يعني نسمع الأول الكلام ونرتبه ونشوف الصح بتاعه إيه، وهل ممكن في حاجات ممكن تمشي. يعني مثلا بتيجي تقول لك مثلا رايحة عند أهلي، إيه المشكلة؟ يعني ما فيش مشكله، خليها تروح، روح وديها، روح اقعد معاها. في حاجات كتير جدا، حاجات بسيطه كلنا، يعني انا مش بتكلم على حد معين، انا بتكلم على كل الناس، لازم الناس كلها يبقى في تفاهم. لان طبعا يا جماعه الطلاق ده مشكله كبيره جدا، بتاثر على اول حاجه الاطفال الصغيرين اللي احنا بنسيبهم اصلا عرضه لاي حاجه، سواء عايشين مع والدهم او والدتهم. يعني كان مش يعني مشكله مش خاصه، ده بقى مشكله مجتمع بالكامل. لان كمان محمد يعني انا عايزك برضو احنا مشكله الطلاق تشاركني في الموضوع طبعا ده. هي مشكله الطلاق كمان ما توقفش على الزوجه والزوجه، في اطفال مثلا بتاثر عليهم الموضوع دوت، زائد ان معلش يعني بعد فتره
هي لو ارتبطت بحد تاني او هو ارتبط بحد تاني بتحصل نفس المشاكل، وممكن يتغاضوا عن المشاكل الاولانيه. طب ما انتوا ليه ما في الاساس نحاول نتغاضى واللي يعني الزوج والزوجه يقعدوا يسمعوا من بعض ويحلوا مشاكلهم كده بهدوء بدون دخول طرف هو اللي يعني هو اللي يهدم البيت. لا وده بيحصل كتير يا ربيع. ومعانا بقى يعني كمان مداخله هاتفيه من الاستاذه دينا. الو. اهلا بحضرتك. اي السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بحضرتك استاذ دينا. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك يا استاذ ربيع. اهلا بيك يا استاذ دينا. واهلا بجميع مشاهدي برنامج بلدنا الحلوه، واتمنى ان شاء الله ان تكون كده دايما في نجاح وتقدم دائم ليكم. ربنا يبارك في حضرتك. خليك يا فندم. ربنا يخليك. اتصال حضرتك يا فندم بخصوص الموضوع اللي بنتكلم فيه ولا حاجه تانية؟ لا حضرتك بنفس الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن القلع والقضايا الطلاق او الانفصال بشكل عمومي. كويس جدا. بيأثر على المجتمع وبيعوق عملية التطوير والبناء المجتمع، وكم من قضايا احنا بنشوفها بشكل يومي مش بس بسبب الراجل، لكن هي بتكون خطأ ايضا بتكون على الست، لان هو بيأثر على الاطفال وبيأثر على بناء المجتمع بشكل عام. حقيقي كويس جدا يا استاذ. طب في مشكله يعني مثلا حاجه خاصه او حاجه حضرتك شاهدتيها وعشت معاها مثلا في المشكله بتاعتها، تقدري مثلا تدينا فكره عنها؟ ممكن ايه اللي حصل مثلا، موقف قدامك او حاجه حضرتك لمستيها بالفعل؟ والله حضرتك كواقع تدريبي في مجال الصحافه عامه، زي ما حضرتك شايف انها مهتمه بقضيه الاسره عامه، شايفه ان دايما المحامين بيكون ليهم تاثير عام على الناس، وان هم بايديهم ان هم يحلوا المشكله. المحامين المحامين قصدك؟ المحامين. بالظبط. يعني في محامي يستخدم ثغرات القانون. طب هل يا استاذه برضه السؤال، يتقي الله، بما ان حضرتك ذكرت المحامين، هو هل في بعض الاوقات المحامين بتبقى السبب في زياده حالات الطلاق؟ لا 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 طبعا، بنسبه ممكن نقول بنسبه 10% بتاثر. يعني هو ممكن يلم الموضوع مثلا موضوع بسيط، لا المحامي بيحاول ايه؟ وحضرتك عايزه تقولي ان المحامي في ايديه ان هو ممكن يحل المشكله بين الزوجين يعني من غير ما يكمل القضيه والكلام ده كله، يعني يقعد معاهم يحل يعني. بس مش مطلوب، هو بشكل بنسبه ما هو بيأثر. فاهمني حضرتك؟ ممكن يكون بيأثر بايده ان هو يصلح. كذلك برضه الست في ايديها، يعني الناس كلها مفكره ان الراجل هو اللي على طول بيبقى ظالم، لا. يعني الواحد بيشوف لا، في ستات ظالمه، في ستات بتبقى ممكن تضحك على زوجها. ممكن يعني كان لسه في قضيه من كام يوم ان ست مثلا خلت زوجها يبيع اللي وراه واللي قدامه، وفي نفس الوقت كتبت الحاجه باسمها. طيب فين ضميرك من كده؟ انت مش عارفه ان ده هيأثر على ولادك؟ هيأثر على ولادها فيما بعد، بالتالي احنا كمجتمع احنا بنعاني من هو بيبقى طالع ما عندوش ثقه في نفسه، كاره للطرف الثاني، عنده بغضاء للمجتمع، بيأثر علينا فيما بعد. طبيعي، لان كل اب وكل ام بعد كده بيروح، ده هو بيتجوز وهي بتتجوز، فبيبداوا بقى طبعا يجيبوا السلبيات. الاب يجيب سلبيات الام قدام الاولاد، والام تجيب سلبيات الاب قدام الاولاد، فالدنيا بتبقاش مظبوطه وبيطلعوا. والاطفال ما بيلاقوش رعايه طبعا، يعني مثلا ولا جوز الام هيراعي اولاد. عموما بنشكر حضرتك جدا استاذه دينا، وشرفتنا بصراحه حضرتك ده، واستفدنا منك كتير يا فندم، وشكرا لحضرتك. كمان يا محمد خلينا نرجع نكمل في الموضوع ده، مهم جدا ان احنا نقدر، يعني هي قالت لنا ان المحامي في ايديه ان هو يقدر يصلح يعني. بس ده لو الموضوع راح للمحامي ربيع، احنا عايزين قبل الموضوع يروح للمحامي ورفع القواضي والكلام دوت، ليه للزوج والزوجه ما يقعدوش ويحلوا مشاكلهم بالهدوء كده؟ يعني زي ما حضرتك مثلا قادر ان انت تحتوي مثلا الدنيا كلها في الشغل بتاعك، او قادر تحتوي الحياه عموما، والراجل مثلا طبيعته ان هو راجل بيستحمل، يعني هو على طول بيستحمل، فاقعد واسمع وحاول تحل مشاكلك وحاول تطلعوا لبر الامان. والست نفس الكلام، يعني هو الست لازم يعني شويه بالهدوء كده، يعني السيدات طبعا زوجات الرسول لنا اسوه حسنه فيهم صلى الله عليه وسلم كانوا يعني كانوا قدوه للنساء العالم، والسيده مريم رضي الله عنها وارضاها، وغيره وغيره من السيدات المذكوره في القران. فطبعا السيدات على مر التاريخ في سيدات فاضلات وفي ليهم يعني باع في 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 جميع المجالات. فاحنا عايزين الست المصريه اللي هي في البيت مثلا برضو تبقى يبقى ليها وضعها في ان هي تهدي المشاكل وما توصلش المشاكل للمحاكم، وطبعا الاسره كمان. معلش يا محمد هعطيك كلام. استاذ اشرف من اسكندريه اهلا بيك. استاذ احمد، اسف، استاذ احمد من اسكندريه. ايوه محمد. اهلا يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك مع حضرتك.
اهلا بيك يا فندم. والله يا فندم انا بتكلم بس بخصوص مشكله كده كانت حصلت بيني وبين مراتي. تمام. مشكله حصلت بينك وبين مراتك في البيت؟ في البيت. تمام. اتمنى تكون ليها اتحلت قبل ما حضرتك تقولها. اتفضل. خليه يقول. ماشي. نعم. علي صوت حضرتك وان شاء الله تكون اتحلت يعني باذن الله. بنسمع. لا هي اتحلت الحمد لله بفضل ربنا يعني برضه بعيد عن المحامي يعني هو المحامي الاول كان رافض يعني مع احترام الراي الاستاذه اللي اتصل استاذه دينا المحامي هو اللي فيه كل حاجه فعلا انا قعدت 3 سنين مع مراتي في مشاكل وفي الاخر لما بعدنا عن المحامي رجعت وعاشت وبقينا كويسين وما فيش اي حاجه فبقول يعني يا ريت كل واحد بينه وبين مراته مشاكل يبعد عن المحامين يبعد عن القواضي يحاول يتكلم معاهم طب احنا نعمل فيها ايه يا استاذ احمد عشان ان احنا ما نوصلش للمرحله دي ان احنا ندخل محامي وقواضي والكلام ده كله ايه اللي قبل الكلام ده المفروض نعمله ايه اللي قبل الكلام ده اللي قبل الكلام ده ان يحاول يلم على زوجته اللي يحاول يلم على مراته ان هو ما يوصلش طب انت 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 نفسك انت نفسك حاولت تعمل كده ما انت نفسك ما عرفتش والموضوع أنا وصل للمحامي انا حاولت كده بس للاسف مراتي يعني 18 19 سنه فكان كل شيء واصل لابوها وامها وعلى طول يجري على المحامي على طول وده على فكره بياخدنا فعلا يا استاذ احمد ده بياخدنا لحاجه بقى اهم من اي حاجه الاسره في الاول في الاول المشكله بدات ان احنا طب. يعني مشكله بسيطه خالص لا انت بتخرج انت بتتاخر بره طب ده شغلي لا راحت قالت لاهلها راح رفعوا عليا نفقه ومجمد وقايمه وحاجات للعيال على طول كده اول ما انت تطلع بره ايه على طول كده رفعوا عليك قضيه عشان بتتاخر بره والله وقسما بالله يا استاذ محمد والله معاهم محامي يعني ربنا يقفي الناس كلها محامي ربنا يسامحه مطرح ما هو قاعد تمام الراجل ده رفع قضية عليا بنفقة شهرية أنا راجل أرزاقي على الله تمام؟ راح رفع عليا نفقة رجعت بعد سنة عاشت معايا وكتبت لها قايمة جديدة وهي قاعدة معايا وبقالنا سنتين عايشين مع بعض والنفقة بتعد عليا وأنا معرفش بسبب المحامي بتاعها وهو ما قاليش ولا لغاها كمان. طب هل الأهل يعني يا أستاذ أحمد الأهل برضو كان دخلهم إيه؟ مش المفروض إن الأهل ليهم الأهل قال لك أنا ماليش دعوة حاسبني على طب أنت أنت عندك كام سنة يا أستاذ أحمد؟ أنت عندك كام سنة وزوجتك عندها 19 سنة؟ أنا عندي 27 سنة يا أستاذ محمد طيب في فرق بينكوا 8 سنين تمام هي يعني كان عندها 20 سنة 19 20 سنة يعني يعني أقصد يعني برضو فرق السن ده طبعا في طريقة التفاهم أكيد بيبقى ليه دور يعني أكيد طب وحاليا يا أستاذ أحمد إيه الوضع وصل لإيه يعني إن شاء الله الموضوع يتحل يعني الحمد لله ولا إيه؟ هو اتحل يا طب قول لنا بقى طريق الحل عشان في ناس كتيرة جدا بتسمعنا عشان كده أنا اتصلت وكان نفسي إن أنا أكلمك بس هو ده اللي طب يا ريت بس تقول لنا حضرتك حليت الموضوع إزاي عشان في ناس بتسمعنا ونفسهم المواضيع دي بتاعتهم تتحل اتفضل أنا حليته جيت يا بنت الناس عايزين نعيش ونبعد عن المحامين وكلمت أهلها ودخلت ناس فعلا تعرف تحل أصل معلش تمام فعلا في ناس بتعمل كده تمام أحاول ألم على عيالي ألم على بيتي ويعني وأحافظ على بيتي على قد ما أقدر ما أدخلش ناس غريبة يا جماعه عشان خاطر ربنا حافظوا على بيتكم وحافظوا على عيالكم اللي عايز يعيش معلش هيعيش واللي مش عايزه تعيش سيبها بموارد الله ابعد عن المحامين تمام بنشكرك جدا يا استاذ احمد احنا بنشكرك جدا جدا على المعلومات الجميله حضرتك اديتها لنا دي برغم ان حضرتك اتكلمت في مشكله خاصه في البيت فده طبعا كان من منطلق حضرتك تنصح الناس بحاجه معينه فاحنا بنشكرك جدا يا فندم على الاتصال الجميل ده شكرا يا استاذ احمد وحضرتك قلت لنا حاجه يعني مهمه جدا وهي الناس اللي بتنفخ في النار عشان تزيد يعني يا ريت بقى الزوج والزوجه ما يسمعوش لاي حد خارج خارج الشقه بتاعتهم ومش يعني. بس كده محمد ناخد بالنا برضه من موضوع الزواج المبكر ما ينفعش فرق السن بين الزوج والزوجه يبقى 8 سنين و9 سنين يعني لازم يعني هنحاول ان احنا طب هنجيب مين نحاول نوع نحاول نوع الناس ان احنا عشان طريقه الفهم بس طريقه التعامل مع بعض معلش بس في ازمه في الازواج اليومين دول يعني في ازمه في الازواج طبعا معلش برضو ده بياخدنا ده كويس انت فتحت القصه دي رأفة بالشباب مش لازم يجيب ب50,000 ذهب ومش لازم عفش مش عارف ايه الموضوع اهدى من كده وادينا بنشوف بعد ما بنجيب كل الكلام دوت ما بيحصلش توفيق لا ايه يسره كل ما الزواج كان متيسر وكل ما المواضيع كانت بسيطه كل ما كان الجواز ناجح
فيعني ده بقى بناشد كل بقى الاسر بالذات في الارياف، الارياف الموضوع معدي في الذهب مثلا يقول لك 70 و80 ومش عارف ايه، ولازم يدفع مهر ولازم الكلام ده، والكلام ده كله شكليات ولا ليه اي لازمه. لو هي مرتاحه يبقى خلاص الكلام ده ملوش لازمه خالص. هو مفيش حد بيعمل كده يا محمد، خلينا نتفق ان مفيش حد بيعمل الموضوع ده غير قليل. في ناس بالفعل في اماكن معينه بيلموا من الارياف وما تقوليش. طب انا اسالك دلوقتي على قدام مشاهدين عندكم بيجيبوا قد ايه دهب؟ انا اسمع بيجيبوا مش اقل من 40,000 جنيه دهب. ده اقل حاجه 40 طب 50 وفي يعني 60. انا شاب في مصر دلوقتي معلش لسه خارج من تعليم او لسه بيكون نفسه هيبقى معاه 50,000 جنيه ولا 40,000 جنيه وهيحضر شقه ازاي والكلام ده؟ فتيسيرا على الناس وتيسيرا على الشباب وربنا يصلح عشان الكلام ده للناس اللي هي خلاص اختارت ومختار الراجل يقدر مثلا يعيش بنتهم كويس. لكن في ناس بقى بتبص لها بمنطلق ان هو ايه ده لازم امن مستقبل بنتي ولازم وده حقه طبعا، ما النهارده مفيش حاجه مضمونه هو حقه. فاحنا برضو نخف شويه بدل الحاجات اللي مطلوبه الزياده عن اللزوم دي نقللها، لكن مش زياده يعني نقللها لكن مش هنمنحها عشان برضو انت عايز تاخد حق بنتك اكتب اللي انت عايز تكتبه يعني يبقى كتابه هو ده الحق. انا معلش انت لو ما جبت ده ما ممكن تاني يوم الجواز يبيع الكلام ده ولا ليه اي حاجه. فرأفتا كده وتيسيرا وربنا نسمع كده فرح كده كل يوم زياده عن الموجود باذن الله تعالى افراح في مصر كلها. كمان خلينا يا محمد انا والساده المواطنين برضو الشعب المصري عموما يعني ان النهارده بعد ما نشر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا الاستجابه للشعب المصري العظيم ان هو بالنسبه لقانون التصالح امر المحافظين او يعني وزير التنميه المحليه وامر المحافظين ان هم يخفضوا 50% من قيمه التصالح. يعني حضرتك لو تدفع في المتر مثلا 100 جنيه لا هيبقى 50 جنيه. طبعا ده احساس من رئيس الجمهوريه برضو بالشعب بتاعه ان هو النهارده يعني نقدر نخفف الاعباء عن بصراحه اللافته برضو اللي عجبتني اللي هو لما احنا اتكلمنا عن التكدس في المحليات عشان دفع التصالح ان زياده عدد الموظفين وزياده عدد الساعات فده برضو يعني حاجه بنشكر فيها الحكومه. لا في جديد في جديد يعني في جديد والدوله بدات فعلا تنظم الموضوع ده لان الموضوع ده كبير الاعداد كبيره جدا وطبعا الشكاوى كانت كتير جدا بالموضوع ده. النهارده بدا يتنظم وبدا يتظبط وبدا يتعمل فيه حاجات كتير جدا زي التخفيض اللي انا قلت عليه النهارده دلوقتي. لكن خلينا ما نخرجش من موضوع المشاكل برضو، هنرجع لمشكله كبيره جدا السوشيال ميديا النهارده بيتكلم عنها كتير جدا بس ولا حد معبر فيها اي حاجه وهي مشكله السواقين. مشكله السواقين مشكله كبيره جدا وعامه على مستوى جمهوريه مصر العربيه وهي مشكلتهم مع النقابه، نقابه السواقين. النهارده السواقين بيدفعوا كل ما يجي يجدد الرخصه بيدفع مبلغ اشتراك للنقابه. طيب هو بيستفاد ايه من النقابه؟ ولا حاجه. ولو استفاد هتلاقي مثلا 50 جنيه عند العجز مش عارف 100 جنيه عند ايه، ارقام كده يعني ملهاش قيمه يعني مقابل ان انا بدفع. انا راجل دفعت مثلا 20 سنه او 30 سنه او الكلام ده. طب هي دي مخصصه لسواقين معينه ولا كل السواقين؟ السواقين المهنيه اللي هي الاولى يعني والثانيه والثالثه يعني كل السواق اللي هو بيدفع تامين من الاخر، هو بيدفع تامين ده بيدفع نقابه. بيدفع نقابه وما بيستفيدش بيها. ما بيستفيدش بيها يعني ولا معمول له مستشفى يكشف فيها زي كل النقابات، ما هي نقابه زي اي نقابه في مصر. ولا معمول له حتى مثلا مكان ترفيهي زي نادي مثلا يقعد فيه. ولا مثلا في حاله العجز مثلا مبلغ محترم يقدر ان هو يعيش بيه كويس او ان هو في الوقت اللي هو قاعد فيه. تعال نتكلم في ايام الكورونا يعني ما عملوش حاجه للسواقين، السواقين دخلوا عادي جدا قدموا زي اي حد في التقديمات اللي حصلت بتاعت 500 جنيه، لكن ما عملناش يعني نقيب السواقين ما عملش حاجه للسواقين بنفسهم بذاتهم يعني وقال ان احنا هنعمل للسواقين مثلا مبلغ كذا من النقابه. انا بقول من النقابه مش من يعني من الفلوس اللي هم بيدفعوها. هم بيدفعوا فلوس وده تضرر، تضرر عام على الدوله كلها. حضرتك ما صرفتلهمش اي حاجه ولا وقفت جنبهم في اي حاجه ودي شكوتهم طبعا هم بيشتكوها والسوشيال ميديا طبعا بيتكلم عنها كلها، لكن ما فيش حد من المسؤولين قادر ان هو يتواصل مع السواقين ويقعد معاهم يحل لهم مشاكلهم. وكده محمد انت عايش معانا طبعا احنا نفسي طبعا كل مشكلات مصر ان شاء الله تتحل واحنا لسان حال الشعب المصري هنا باذن الله في بلدنا الحلوه. كمان يا محمد معانا كل السلبيات معانا مداخله هاتفيه الاستاذ هاني. اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ هاني؟ اهلا بك يا استاذ ربيع واهلا بالفريق كله ربنا يوفقكم. اهلا بحضرتك نورتنا يا فندم النهارده. الله يخليك يا فندم. عرفنا بنفسك يا فندم. هاني يوسف من المنوفيه يا فندم. اهلا وسهلا بالمنوفيه واهل المنوفيه. الله يخليك يا فندم الله يخليك. اتفضل يا استاذ. ايه اتصال حضرتك بخصوص ايه يا استاذ هاني؟
احنا تعبنا خالص مع نقابة السواقين والتأمينات والمرور، ومشاكلنا كتير في كل حاجة منهم. يعني احنا دلوقتي كسواق مثلا ممكن يبقى مطلوب منه هو خلال ال3 سنين على ما يجدد رخصته ممكن يعمل له بتاع 10,000 على حسب درجة رخصته، فبندفع تكاليف كتيرة. بيعمل له ايه؟ 10,000؟ 10,000 يا باشا عشان يجدد رخصته. طبعا ازاي 10,000؟ لا انت بتدفع كام للنقابه كل ما بتيجي تجدد الرخصه النقابة بتاعتك؟ اه لا النقابة بدفع لها كل 3 سنين مثلا 350 جنيه على حسب درجات درجة يعني أولى. يعني التالتة كام والتانية كام والأولى كام مثلا؟ كل بقى يعني التالتة مثلا ممكن تبقى ال 200، التانية تبقى 200 وحاجة، الأولى 300 اه، يعني فرق مثلا 50 جنيه بين تقريبا. كل بس درجة. ده خاص تقريبا الفلوس دي خاصة بالنقابة. بس لينا المفروض لينا بقى يعني امتيازات كتير ما بنشوفش منها أي حاجة خالص. فحضرتك أما مثلا لما أجي يبقى عندي مولود ولا حاجة ويقول لي في اللائحة اللي هو منزلها 50 جنيه مثلا، أنا طب أنا دلوقتي أنا هصرف أصلا قد إيه عشان أروح يطلع لي الشيك أبو 50 جنيه ده؟ أنا هصرف قده على ما أروح أستلم الشيك وأروح أصرفه من البنك. دي حاجة. طبعا اللائحة دي من زمن الزمن ما اتغيرتش، يعني من زمان جدا من 30 سنه و65 سنه السواقين بيحكوا لنا هي زي ما هي، مفيش يعني تجديد هو مفيش بيقول لك تحديد. اصرف 50 جنيه على المولود وكمان مش موفر لك الراحه في ان تمام انت تاخد 50 جنيه اصلا، هو كمان بيخليك تصرفهم على على المواصلات اه طبعا والكلام ده. بيديني الشيكه راح يطلع لي الشيك او شيكين مثلا، شيك ب 25 و 25 على حسب ما بيعملوا، ما اعرفش بيعملوا شغل ايه. وطبعا انا بتروح حضرتك تروح البنك وتركب من النقابه وتروح البنك خلاص صرفت، انت صرفت ال طب 50 جنيه انت ممكن اللي توضح طرحت. لنا يا استاذ هاني انتوا الفلوس اللي بتدفعوها دي مقابل ايه؟ يعني انتوا بتاخدوا خدمات ايه؟ احنا المفروض يا فندم لينا مستشفى ما نعرفش مكانها اساسا لحد دلوقتي. انا يعني هي موجوده ولا لسه لم تنشا؟ لا انا ما بشوفهاش ولا حد بيعلن لنا عنها ولا بيقولوا لنا عنها. ما ممكن تبقى موجوده بس حضرتك يعني ما سالش عليها وزاني، ما احنا برضو لا عايزين. لا يا فندم لا لا، جميع المستشفيات بتاع النقابه كلها متاجره استثماري. اه يعني في مستشفيات اصلا يعني تبع النقابه موجوده تبع النقابه بس هم باسم السواقين. باسم السواقين ومنشوءه باسم السواقين وبفلوس السواقين. طب يعني هل حضرتك مثلا رحت المستشفى دي وقال لك ما ينفعش تخش؟ ما احنا عايزين نعرف ايه المشكله عشان نعرف حلها. لا ما خلاص هو بيقول لك المستشفيات دي هو حضرتك في النقابه انا لما بروح ادفع الفلوس المفروض ان هو مثلا كسواق انا ما اعرفش ايه حقوق، المفروض هو يخطرني مثلا يقول لي دي لائحتك مثلا، بيعلق اللائحه مثلا هناك على المكان واقراها اعرف ليا ايه حقوق، ليا بطاقه صحيه اطلعها ازاي، هي الحاجات دي. فهم مغمضين عينينا تماما عن كل حاجه من دي. صندوق زماله بندفع الحاجات دي كلها بندفع، بنيجي نطلع اخر المده معاش ما بيلاقيش اي حاجه منهم. طب يعني في حاله الوفاه، في حاله الوفاه يا استاذ هاني النقابه بتصرف كام يعني لما بيكون في حاله تصرف وفاه؟ ممكن تصرف على حسب الرخصه اللي هي لو درجه اولى دي مثلا او بعد مثلا كام سنه 30 سنه مثلا او كده خدمه ممكن حضرتك بيصرف لك 400 جنيه فقط لمره واحده بتروح النقابه تصرفهم وتروح. يعني اللي بيتوفى بيصرف له 400 جنيه بس وخلاص مره واحده كده؟ 400 جنيه فقط بس وما تجيليش هنا تاني. اللي هي تكاليف تكاليف الجنازه صح؟ ده حضرتك بقى ما ده تكاليف الجنازه. ما هي تكاليف الجنازه لا هي من بتبقى كده رسوم أكتر رسوم من كده. كده لو طب المعاش بالنسبه للمعاش يا استاذ هاني، ما حضرتك معايا سباني المعاش حضرتك المفروض انا بدفع 5,000 للتامينات وهم برضو مسؤولين ان هم يدفعوا لي عن الموضوع ده، يكلموا التامينات يتكلموا مع التامينات ويكملوا كده، المفروض يدفعوا لي عن الموضوع بتاع التامينات. بس موضوع التامينات ده بيدفع سواء مهنيه او خاصه يعني ملوش دعوه بالنقابه؟ لا خاصه لا مفيش خاصه. لا في تامينات خاصه لا احنا مهنيه في تامينات خاصه ملوش علاقه بينا. طب ما انا بتكلم حضرتك التامينات ملهاش علاقه بالنقابه، فاحنا احنا دلوقتي على الفلوس اللي بتدفع في النقابه، هو حضرتك ايه المفروض بعد يعني بعد ما بتعدي يعني السن؟ بص يا فندم حضرتك لا عايز اوصل لك نقطه ان النقابه ديت هي مسؤوله انها تدافع عننا في كل مشاكلنا. فاحنا مشكلتنا مثلا لنا مشكله مع التامينات ان احنا بندفع 5,000 جنيه تامينات مثلا خلال ال3 سنين، اجي اطلع معاش اخد 800 جنيه او 600 جنيه على حسب المده اللي انا خدمتها. يعني حضرتك بتدفع للنقابه الاشتراك بتاعك وملتزم، وطبعا ده اجبار لازم تدفعه، مش شامل رخصه هتدفع كده كده، انت مش شامل الرخصه الا لما تدفع النقابه طبعا صح كده؟ مش هتضعف تعمل الرخصه. المرور ما بيرخصليش الا لما بجيب الجواب بتاع الدفع ده لازم اسلمه لحضرتك. اذا الدفع اجباري مش اختياري؟ دفع اجباري مش اختياري؟ دفع اجباري لا لا اجباري طبعا يا فندم. وكمان النقابه كمان مش مهتميه بيكوا ولا بتديكوا حقوقوا خالص يا فندم، ولا انت حاسس اصلا معاها ان انت بتاخد حقوقك؟ مع احترامي للعاملين بالنقابه كلك، احنا دي فلوسنا، كل اللي هم شغالين بيها دي فلوسنا. المحامي اللي شغال هناك بيقبض مني انا عشان يدافع عني انا في اي مشكله سواء يقع فيها او الاعانات. المفروض مثلا فتره الكورونا اللي الدنيا كلها وقفت فيها وما تعاملناش حتى زي معامله التكافل وكرامه، نروح تكافل وكرامه يقول لك لا انت متامن عليك.
طب حضرتك انا بدفع فلوس، فالمفروض ان هم يقفوا مثلا معانا في حاجه زي كده، قعدنا نشيدهم كتير وما حدش سال عننا. تمام تمام يا استاذ هاني، رساله حضرتك وصلت، واحنا بنناشد نقيب السواقين ان هو يعني يبص للسواقين بعين الرحمه ويشوف المتطلبات اللي هم عارضينها، وان شاء الله الطلبات دي تتنفذ في اقرب وقت. شكرا يا استاذ هاني، شرفنا بيك يا استاذ هاني، وان شاء الله الاتصال الجميل. وتحيه لكل سواقين مصر. كمان يعني ما ننساش برضو ان احنا نناشد السيد نقيب السائقين رئيس النقابه العامه للنقل البري الاستاذ جبالي المراغي. الموضوع ده يعني مع حضرتك بالانسانيه وكل حاجه، يعني اكيد احنا النهارده السيد الرئيس موجه بتحسين المعيشه لكل المواطنين. هذاك الناس بتقول ان هم بيدفعوا اشتراك النقابه من فتره كبيره جدا، والقانون ده زي ما هو ما تعدلش. فرجاء من حضرتك ان احنا نقدر نوصل صوتهم لحضرتك، وحضرتك الانسان يعني بالقلب الرحيم تقدر ان شاء الله انك يعني تتواصل لحل معاهم، ان هم يكونوا حاسين مع النقابه بتاعتهم بالامان، عشان كمان يعني في اي حاجه تخصهم في عملهم يكونوا يعني مستريحين، ان السواقين هم عصب كل طبعا. حاجه النهارده نقل تقيل بقى، نقل خفيف، شركات، ايا كان، المواصلات العامه، المواصلات الخاصه، كل ده السواقين هم عصب كل حاجه. ان شاء الله مشاكل يعني السواقين المرحله الجايه تتحل باذن الله. وتكمله للمشاكل الموجوده، احنا برضو جات لنا شكوى من قريه عشمه في المنوفيه. ان شاء الله هنعرض لحضراتكم الصور، ان القريه دي غايب عنها جميع الخدمات، وبيتبعت لنا حاجات كتيره جدا، وناس اتصلت بينا من اهل القريه، ومش هينفع اللي بيحصل. يعني في 5 كوره جنبها كل الخدمات موجوده، سواء غاز او صرف صحي او غيره من الخدمات. ممكن نعرض بقى الحاجات دي كلها، بس بعد الفاصل نطلع فاصل بقى الاول. ماشي يا ربيع، نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، ونرجع بعد الفاصل نتكلم عن عشمه واهل عشمه الطيبين. فهنطلع لفاصل فاصل ونعود. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، عشان نكمل طبعا مشكله الصرف الصحي او المياه الجوفيه يعني في قريه عشمه التابعه لمركز الشهداء بمحافظه المنوفيه. الاهل القريه بيشتكوا من المياه الجوفيه اللي هي على البيوت، وبتطلع لان طبعا ما فيش صرف صحي. فطبعا الموضوع ده اكيد بيشكو منه كوره كتير، لكن احنا جالنا شكاوي كتير من اهالي القريه. وطبعا ده كمان يا محمد يعني ده لو يعني هو مثلا في كل الكرة ماشي ما فيش مشكله، انما بيقولوا ان خمس كرة حواليهم داخل لهم صرف صحي، والغاز معدي من قدام القريه، وخدمات كتيره جدا. هي عشمه الوحيده اللي غايب عنها الخدمات. فاحنا هنعمل مداخله هاتفيه دلوقتي حد من قريه عشمه، ويبين لنا الوضع هناك، ودي مناشده للمسؤولين ان هم يبصوا لعشمه يعني خدمات زيهم زي الكرة اللي حواليهم. وان شاء الله يعني في القريب العاجل، لان احنا داخلين كمان على الشتاء، والشتاء دوت يعني مطره ويعني سيول وفي بيوت كتيره جدا الشتاء اللي فات وقعت وحصلت. ما في اماكن اصلا فيها صرف صحي اصلا موجود فيها الصرف الصحي لا بس هناك برضو لما يبقى في مياه جوفيه والبيوت متأزية من الكلام دوت. ومعانا اتصال هاتفي الاستاذ محمد. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ ربيع، اخبارك ايه؟ اهلا بيك يا استاذ محمد، اهلا بحضرتك. حضرتك بتصل بخصوص الموضوع قريه عشمه ولا؟ لا والله يا استاذ ربيع ما اتصلش بخصوص القريه بصراحه، انا مع احترامي للناس اللي قاعده وموجوده. طب بخصوص ايه؟ حضرتك بتصل بخصوص ايه؟ لا حضرتك انا بتصل عشان اسلم على حضرتك انت كتير، لانك انت راجل محترم وانا بعزك قوي، يعني بينا نعرفك معرفه شخصيه. شكرا لحضرتك يا استاذ محمد، انا شرفت بيك، انا شرفت بيك كتير جدا، بس يعني ونورتني فعلا في البرنامج، واشكرك اشكرك. شكرا يا استاذ محمد. طبعا حبايبنا كتير اللي عايزين يتصلوا تواصلوا بينا، وطبعا بنشكركم كتير جدا، والرسائل اللي بتجي لنا على الصفحه والله يعني مش عارفين نقول لحضراتكم ايه. احنا يعني شاكرين جدا، ونتمنى ان احنا نكون دايما عند حسن ظنكم بينا باذن الله، وعرض المشكلات وحلها، لان احنا في الاول وفي الاخر احنا عايزين بلدنا الحلوه تبقى احلى بلد في الدنيا. على اسم برنامجنا عايزين بلدنا، يعني على اسم برنامجنا بلدنا الحلوه يبقى الناس الطيبه. فاحنا عايزين تبقى احلى بلد في الدنيا باذن الله، والمشاكل البسيطه دي ان شاء الله تتحل، وان شاء الله يعني الناس الحلوه تبقى في مصر هي اللي تظهر باذن الله تعالى. احنا دايما بنناشد الساده المسؤولين كمان، يعني دايما لما بيكون في مشكله معينه في مكان معين بصراحه، يعني عشان برضو لازم نلقي الضوء على الحاجات الجميله دي، برضو المسؤولين بيتحركوا خلاص. النهارده احنا ما بقاش في مجال للتقاعس
او عدم الـ يعني عدم التحرك من المسؤولين تجاه المشاكل بتاع المواطنين. يعني انا متاكد ان بعد موضوع كفر قريه عشمه ان شاء الله يعني هيكون في رد من المسؤولين ونقدر نوصل لحل لاهل القريه. على فكره يعني طلبوا منهم بعض الحاجات اللي هي تتعمل في القريه وعملوها فعلا، تخصيص ارض مساحه يعملوا عليها. كمان معانا اتصال هاتفي الاستاذ وائل. الو، اهلا بحضرتك. الو، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. انا سعيد جدا بالمداخله وبحيي برنامج الصحه والجمال، برنامج بلدنا الحلوه. شكرا يا فندم. ان هو لفت انتباه الجميع لمشاكل السائقين وهمومهم. حضرتك، احب اعرف عن نفسي. وائل عزة عباس، سائق احمل رخصه مهنيه وناشط نقابي. حضرتك، انا حابب اتكلم عن حقوقنا المهضوره في الدوله بقالها سنوات وسنوات. احنا ممكن بس سريعا بس في النقاط المهمه، بس يعني نرجو في النقاط المهمه. النقاط المهمه حضرتك ان انا عندي لوائح عقيمه وبها عوار ما فيهاش اي اعانات تناسب العصر الحالي، موجوده في قلب اللجان الفرعيه للنقابه العامه. النقابه العامه بتحصل مننا مبالغ ماليه وما بتناسبش الوقت الحالي. النقابه العامه ما بتناشدش التامين انه يعامل السواق معاملة المواطن والموظف، على الرغم انه اصبح بيدفع شريحة في التأمينات اعلى من شريحة الموظف نفسه، انه ما بياخدش حقوقه كاملة غير عند العجز الكلي او الوفاة او المعاش. حضرتك، بنشد النقابة العامة انها تسترد جميع المستشفيات الخاصة بالسائقين اللي تم تأجيرها، وان يتعامل السواق فيها معاملة آدمية ويبقى له حق في المستشفى اللي معمولة بفلوسه. بناشد النقابة العامة ان يبقى في تأمين صحي بالفعل وفي معاش محترم من النقابة، اسوة بباقي النقابات، كنقابة المحامين، كنقابة المعلمين، كلها بتدي حضرتك معاشات. السواق لما بيجي يطلع معاش او في حالة عجز كلي او حادث، اقصى حاجة ممكن ياخدها في النقابة على مدار 30 40 سنة حوالي 1000 جنيه بالتقريب، من 600 ل 1000 جنيه. النقابة ما بتمثلش السواقين تمثيل فعلي، النقابة بتمثلهم في القانون بس في مجالس الشعب. حضرتك يا استاذ وائل، يا استاذ وائل حضرتك سامعني؟ سامعك يا فندم. هو حضرتك كان معانا مداخلة من شوية مع استاذ هاني وعرض كل المشكلات دي، واحنا نشدنا نقيب السواقين وان شاء الله هيتم التواصل معاه، وان شاء الله مشاكلكم باذن الله تتحل في القريب العاجل باذن الله تعالى، ويبقى في اجتماع ما بين السائقين وما بين النقيب، وان شاء الله يتدارج هذا الوضع. يا فندم، انا بستاذن سعادتك وبقطع كلام حضرتك بس في حاجه واحده. ممكن حضرتك بس لو قدرت نعمل مداخله مع نقيب السائقين، تساله حضرتك الحصه اللي بتاخدها النقابه العامه 30% والاتحاد اللي بياخد 10% بتعود على السائق في ايه؟ هي احنا فعلا عرضنا حضرتك، احنا يعني عرضنا المشكله، وان شاء الله في الحلقه يعني لو ما اسعفناش الوقت في الحلقه ديت عن الحلقات الاخرى هنعمل مداخله لسياده النقيب. اشكرك يا استاذ وائل، وان شاء الله نحاول نوصل صوت حضرتك برضو للمسؤولين، وان شاء الله نحاول نتواصل كل السواقين ان شاء الله صوته هيوصل للنقيب نقيب السواقين، وهنبقى احنا نتواصل معاه برضو، ولو في اي حاجه ان شاء الله هيرد عليها هنا في برنامجكم بلدنا الحلوه ان شاء الله باذن الله. هي تقريبا نفس المشكله واحده بتاع السواقين، نفس الكلام بتاع اللي هو المستشفى طبعا، هو نفس المشكله، هي واحده يعني. هنحاول ان شاء الله ان احنا نوصل صوت. وعلى ما اعتقد المشكله دي مش نقابه السواقين بس، هو جميع النقابات يعني نقاب. معانا بقى يعني مداخله هاتفيه من دكتور عبد الفتاح من قريه عشمه بمركز الشهداء محافظه المنوفيه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عبد الفتاح شوالي، ازي حضرتك؟ ايوه يا فندم، ازي حضرتك يا استاذ محمد؟ اخبار حضرتك؟ احنا زي ما احنا شفنا كده على الصور المعروضه والمشاكل اللي موجوده في قريه عشمه، فاحنا نحب ان حضرتك تعرض لنا الوضع وتقول لنا ايه الوضع هناك عندكم في القريه. في البدايه برحب بحضرتك طبعا يا استاذ محمد، وخصوصا والناس المحترمه والاعداد المحترم، وبالتوفيق طبعا في برنامجكم المتميز. ربنا يبارك في حضرتك. اتفضل. واضح ان المكالمه اتقطعت. ان شاء الله هنعيد الاتصال تاني مع الدكتور باذن الله. هنحاول نعيد الاتصال تاني برضه، بس خلينا نتكلم شويه على ما نحاول نتصل بيه تاني. ان شاء الله. في مشكله قريه عشمه برضه اكيد مش مشكله خاصه، هي اكيد مشكله عامه في قرى كتير، مش محافظه منوفيه بس، برضه في جميع محافظات الجمهوريه اكيد. بس خلينا نقول ان احنا الحكومه عموما في خلال الفتره اللي فاتت
عملت بنيه تحتيه كتيره هو جدا. هو الحاجات المشاريع الحاجات اللي انجزت الفتره اللي فاتت حاجات بصراحه جميله جدا ولا تنكر، بس احنا بنتكلم ليه على عشمه؟ لان عشمه في 5 كرة جنبها حصل يعني حصلوا على الخدمات اللي هي المطلوبه. طب اشمعنى بقى عشمه؟ ما احنا عايزين انا اكيد لها خطه، اكيد لها خطه محطوطه ان هي لها دور، هي لها دور اكيد خطه. بس مش معقول يعني اللي قبلي واللي بعدي يخشوا له خدمات واللي في النص معلش، يعني انت معدي من قدامي مثلا صرف صحي فالمفروض ان انت بتاخدها بالتدريج بالتوالي او يعني باي طريقه المفروض بتمشي بالترتيب، ما ينفعش ان يبقى اللي قبليه واللي بعديه واللي قدامي واللي ورايا كله موصل وانا لا. مش عايزين نعرف السبب، فاحنا بنعرض المشاكل وان شاء الله عايزين يا اما المشكله تتحل يا اما الرد. ايه المشكله؟ هو انا يعني على ما بعد ما تواصلنا مع اهل عشمه قالوا ان كان في مشكله الارض وبمجهودات المجهودات الذاتيه في اهل القريه لموا فلوس واشتروا فعلا ارض وجاهزه لبناء محطه صرف. ومعانا مداخله هاتفيه من محمود. اهلا استاذ محمود. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. معك محمود رشاد يا فندم من كفر الشيخ. اهلا بحضرتك، بس سريعا يا فندم بقى يعني ناخد الملخص بتاع المكالمه كده بتاع حضرتك. اهلا بيكم بقى لكفر الشيخ كلهم يا استاذ محمود، اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل استاذ محمود. النقابه بتاعتنا دي بتعمل ايه يا فندم؟ ما بتعملش اي حاجه يا فندم. حضرتك بتتكلم في نفس مشكله نقابه السواقين. انا عارف ان احنا لو انا عارف ان حضراتكم السواقين طبعا عددهم كبير جدا، فيعني معلش رجاء احنا اتكلمنا في النقاط المهمه اللي حضراتكم محتاجينها، وان شاء الله لو في اضافه جديده حاجه جديده هتضيفها غير اللي اتقال ماشي، عشان بس وقت الحلقه والمستشفى ومشكلات اتصال بين الناس بس عشان وقت الحلقه. في حاجه جديده حضرتك هتضيفها ولا هو نفس الكلام اللي اتقال؟ ايوه يا فندم، التامينات اللي بتزيد كل سنه زياده عن اللازم دي. طيب خلينا انا اقول لك حكايه التامينات دي، التامينات دي ليك انت وهنتكلم فيها برضه، خليك تابعنا ان شاء الله يا استاذ محمود وهقول لك انا حكايه التامينات دي واشكرك على اتصالك. كمان يا جماعه انا عايز اقول ان موضوع التامينات ده يا جماعه لما الدوله تدفعك تامينات فده ليك انت. يعني سواء الدوله دفعتك 1000 او 2000 او زي الدوله ما بتدفعك انت بتقول كتير وانت بتامن على نفسك، يعني التامينات بتاعها دي انت بني ادم مامن على نفسك، في الاخر خالص هيبقى ليك معاش من التامينات ملوش دعوه بالنقابه. انت التامين يا جماعه عشان بس الموضوع تبقى انتوا فاهمينه، التامين الاجتماعي اللي حضرتك بتدفعه ده لحضرتك عشان المعاش، ما تقولش كتير او شويه، بالعكس هو كل ما يبقى اكتر كل ما بتاخد معاش اكتر، لان هي بيعملوها نسبه وكده وانت في الاخر بتاخد معاش بناء على اللي انت دفعته، فلازم تبقى عارف الحته دي. ما تدخلش دفع التامينات في النقابه، ده شق وده شق تاني، التامينات لحضرتك لمصلحه حضرتك في الاخر عشان المعاش، لكن النقابة زي أي نقابة هنحاول نوصل صوت حضراتكم لنقابة السواقين أو نقابة النقل البري يعني عموما، وإن شاء الله نوصل لحل في الموضوع ده. وطبعا محمد يعني احنا اتكلمنا في مواضيع مهمة جدا النهاردة، وكنت حابب برضو نتكلم في نقطة تانية لغاية ما يجينا اتصال من قرية عشمة، موضوع التعصب. احنا خلاص بقى اتفقنا ان شاء الله نمحي التعصب من مصر ونحاول نعيش كده اخوات وحبايب في بيت واحد في منطقة واحدة في مصر كلها، وما فيش بقى التعصب ما بين قرية وقرية او بلد وبلد او محافظة ومحافظة، لان ده برضو انا بلمسه ان في محافظات بتتعصب ضد محافظات اخرى، وده برضو ما يصحش، لان احنا كلنا ابناء وطن واحد ولازم نهدي الموضوع شويه. عجربيه هو لو الكوره اتفرقنا ما يبقى بلاها كوره، بلاها تشجيع كوره خالص. اه فعلا، ولا انت شايفها عجربيه؟ تسلم يا غالي والله، صح كده. يعني بشوف مثلا واجه بحري ساعات بيخشوا في مشكله مع واجه ابلي، والسويس مع مش عارف بورسعيد، اسكندريه. بس متهيألي دلوقتي بعد الكورونا بقى الكلام ده موجود. لا متهيألي بعد الكورونا الناس، لا الناس كمان بعد الكورونا بقى يعني الكوره كانت تركنت شويه وكده، والله نتمنى ذلك. فالناس يعني المفروض يعني ان هم نسيوا بقى الحكايات دي. ده التحفيل، انت بقى اتفرج كده على اي ماتش الاهلي والزمالك وبص خش على الفيسبوك كده وشوف. كمان خلينا كلمه اخيره للساده المشاهدين قبل نهايه حلقتنا النهارده، يعني حابين ان احنا نكون قدرنا نفيد حضراتكم في حلقه النهارده وقدرنا نعرض بعض المشاكل اللي بتواجه حضراتكم، وكمان برضو ما تنسوش
التعصب لا للتعصب، ده موضوع ده مهم جدا ولا يا محمد؟ لا للتعصب، ودي كوره وفي الاخر كوره ولا ليها اي لازمه غير المتعه والشهره وان انت تتفرج عليها وتقضي وقت جميل كده وخلاص، انما التحفيل والكلام ده. في نهايه حلقتنا بنتمنى لكم قضاء وقت ممتع وسعيد، ونتمنى نكون فدنا حضراتكم، وبشكرك كمان يا محمد. بشكرك ربيع، وان شاء الله الحلقات الجايه هنستقبل من حضراتكم كل اي مشكلات عند حضراتكم على ايميل الصفحه وعلى الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.